وجه الرئيس بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامه الماليه للموازنه العامه للدوله وتخفيفا لآثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين وجه الرئيس الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه نعم وفي شأن آخر استقبل الرئيس وفدا روسيا رفيع المستوى يضم الممثل الخاص للرئيس الروسي حيث بحث رئيس السيسي العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية التي يدعمها الإطار العام للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وبحث ايضا تطورات الاستثمارات الروسيه والمشروعات المشتركه في مصر في عدد من المجالات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا روسيا رفيع المستوى ضم كل من السيد دينيس مانتوروف نائب رئيس الوزراء وزير التجاره والصناعه الروسي والسيد ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي بالإضافة إلى نائب وزير التجارة والصناعة الروسي ونائب رئيس البنك المركزي الروسي وسفير روسيا بالقاهرة كما حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان اللقاء شهد تاكيد الحرص المتبادل بين الجانبين على مواصله تعزيز العلاقات الثنائيه في مختلف المجالات والاعتزاز بالعلاقات الثنائيه الوثيقه والصداقه التاريخيه بين الشعبين المصري والروسي وفي ذلك الاطار تناول اللقاء بحث العلاقات الاقتصاديه المصريه الروسيه التي يدعمها الاطار العام للشراكه الاستراتيجيه بين الدولتين وهو الاطار الذي يوفر اليات ثنائيه مختلفه للتعاون بما في ذلك اللجنه المشتركه بين البلدين للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والتي تنعقد دورتها الرابعه عشر حاليا بالقاهره بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصاديه والاستثماريه والتجاريه بين مصر وروسيا أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في العديد من المجالات. لا سيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبع للطاقة النووية، وكذا إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتي ستمهد الطريق للبدء في مشروعات للتصنيع المشترك وتوطين الصناعة والتصدير إلى أسواق العديد من الدول. في مناطق جغرافية مختلفة، فضلا عن مناقشة التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الازمة العالمية الراهنة. في هذا الصدد كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد احمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024، حيث عرض السيد وزير المالية في هذا الصدد أبرز المؤشرات النهائية لمشروع الموازنة التي تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي. مع معدل عجز كلي بنحو 6.37% إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30.5% لتصل إلى حوالي 2 تريليون و 838 مليار جنيه بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه. كما أوضح السيد وزير المالية أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف زيادة وتحفيز الصادرات وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص، في تحقيق التنميه، ذكر المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه في هذا الاطار بالاستمرار في الحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامه الماليه للموازنه العامه للدوله، بالاضافه الى مواصله اتخاذ كافه الاجراءات اللازمه لخفض الدين العام للموازنه واعباء خدمته. وفي سياق جهود الدولة لتخفيف أثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين وجه السيد رئيس الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنويا بدلا من 24 ألف جنيه